ملعب 14-13 كرة المباراة الأولى لفرنسا. هل ينهيها نجابيت بإرسال قوية أو بإرسال دروب؟ وهو يتمتع بمهارة كبيرة في الإرسال. أناستازيا الوقت المستقطع للمدرب أناستازيا، نتابع إحساس المدرب. لم يطلب الوقت المستقطع في النقطة 11 عندما كانت فرنسا تتقدم ب 13-11، وكأنه كان يدرك أن المنتخب البولندي في حاجة لوقت مستقطع في النقطة 14. 14-13 كرة المباراة الأولى لفرنسا، وانجابيت يظل ب 26 نقطة والأفضل، وبارتمان ب 23. بارتمان لم يسجل أي نقطة في الإرسال أو أي نقطة في حائط الصد، وهو ما لم يعودنا به اللاعب بارتمان في مباريات المنتخب البولندي السابقة. انجابيت نقطتين بإيس، نقطتين في حائط الصد، و 22 نقطة في الهجوم. كرة المباراة الأولى انجابيت، هل ستتمكن بولندا من التعديل على مستوى النتيجة أم سينهيها انجابيت بإرسال إيس وهو رجل المباراة؟ 14-13 انجابيت في الإرسال، التركيز العالي، يلعب إرسال قصير، وينيارسكي، زيغادو للاعب بارتمان في حائط الصد، سينهيها المنتخب الفرنسي للاعب لينيل. وانجابيت ينهيها اللاعب لينيل، ينهيها لينيل في مركز 2، وبولندا تخسر اللقاء الثاني ب 3.